ضمن مباريات الجولة 23 من دوري روشن السعودي للمحترفين، استضاف الاتحاد ضيفه الأخدود على ملعب مدينة الملك عبدالله الفيصل الرياضية في جدة. الدقيقة الأولى في تور حارس الأخدود كاد أن يتسبب بهدف على فريقه بعد تدخل من صالح العمري، ولكن الكرة انتهت بردا وسلام، والأخدود عبر رأسية الربيعي انتهت فوق المرمى. وتوامب الخطير بمجهود فردي يتوغل ويسدد، ولكن في أحضان الحارس المحاسنة. الاتحاد أفضل وعبر الأجنحة يهاجم، وصالح العمري يعرض للمتمركز سعد الموسى الذي يضعها في الشباك، هدف أول للاتحاد. غير بك الحال وقلت بك القوة، لن تنكسر أيها النمر، لن تنكسر يا إتي. سعد الموسى يسجل الأول. وفي الشوط الثاني الأخدود يعتمد على التسديدات، وأليكس كولادو يطلق القذيفة في شباك المحاسنة، هدف التعديل للأخدود. الاتحاد يبحث عن التقدم، وكانتي من داخل منطقة الجزاء يسدد، ولكن دفاعات الأخدود تتصدى، وتوامبا باليسرى كاد أن يضيف الهدف الثاني، ولكن فوق العارضة بقليل، وغودوين الخطير للأخدود ينتشي ويتجاوز فيسدد، ولكن لا تدخل هدفا. جوتا والظهور فالعرضية، فطلال حاجي يسجل الهدف الثاني للاتحاد. وتوامبا يتصدى لهجمته المحاسنة ببراعة. انتهى اللقاء بانتصار الاتحاد بهدفين لهدف. الاتحاد في المركز الرابع ب44 نقطة، والأخدود على رصيده السابق 23 نقطة في المركز الرابع عشر.